هنكمل مع بعض المحاضرة رقم 4 من الشابتر رقم 2. اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا ان الاصول في عندك الكاش، كان عندنا الاول اول ترانزاكشن كان راجل حط 15000 فالكاش زاد ب 15000، وبعد كده رجعنا اشترينا ب 7000 فالكاش قل بقى 7000 بقى 8000 واشترينا اكويبمنت ب 7000 دفعناها كاش، وفي 1600 سبلايز اشتريناهم على الحساب ما دفعناش ثمنه، عشان كده في الاكونتس بيبل في اللايبيليتي اي حاجه بيبل، اي حاجه اول ما تسمع كده سالاريز بيبل، تاكس بيبل، انشورنس بيبل، اكونتس بيبل، اي كلمه فيها بيبل تبقى ايه لايبيليتي على طول، هتدفع يعني بيبل مدفوعات هتدفع عليا فلوس عليا. فانا كنت طالع بالارصده دي الاثنين دول هم 8000 و7000 15000 اهي، وال1600 سبلايز هم في الاكونتس بيبل اهم، ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. نكمل بقى الترانزاكشن الجديده. طب بس في سؤال جه ممكن يجي في بال ناس، السبلايز ديت ليه جايه في الاصول هنا؟ يعني ليه الرقم ده انا جايبه في الاسيتس؟ هو مش المفروض ان هو مصروف؟ انا جايب شويه اقلام وشويه ورق وشويه احبار وشويه حاجات زي كده، ليه انا رامي السبلايز ديت هنا؟ علشان السبلايز دي انا متوقع، وهو قال لي كده في المثال، انا متوقع ان انا هستخدمها لاكتر من فتره ماليه، اكتر من فتره ماليه لو انت عايز تمشي اكيوريت بالظبط احنا بنقفل الشهر بتاعنا. فبنقول لو هي هتكفيني اكتر من شهر، يعني شهرين ثلاثه اربعه، بنسميها ايه؟ سبلايز. هتكفيني شهرين ثلاثه قدام. طيب لو هتكفيني شهر واحد، لا ما برميهاش هنا بقى، برميها فين؟ اكسبنسز، مصاريف في الاونرز ايكوتي، مصاريف جوه الاونرز ايكوتي. احنا قلنا الاونرز ايكوتي تاني، هقعد اكرر لك تاني عشان تفتكرها. الاونرز ايكوتي بتتكون من اربع حاجات، اونرز كابيتال والدروينج، سواء الاونرز حط فلوس انفستمنت او سحب فلوس، يبقى دولت جوه الاونرز ايكوتي، او ايراد او مصروف ريفينيو او اكسبنس، كل دولت بيبقوا تحت الايه؟ الاونرز ايكوتي. طيب نيجي بقى هنا نقول الاكزامبل اللي بعد كده، انا راجل بعت بقى، انا خلاص اشتغلت اهو بقى، والترانزاكشن رقم 4 انا هعمل ايه؟ انا بدات خلاص اشتغل وبيع، فجالي زباين فبعت لهم، قدمت لهم خدمه مثلا خدمه تصوير، عملت لهم تصوير او عملت لهم مثلا قدمت لهم ديزاين معين عملت لهم، فخدت منهم 1200 كاش على خدمه انا قدمتها لهم، طلعت لهم فاتوره وقلت لهم خدوا الخدمه ديت، انا قدمت لكم الخدمه هاتوا بقى الفلوس، فالناس ادتني الفلوس كاش. فايه اللي حصل؟ الكاش زاد ب 1200، فهنزود هنا الكاش بلس، يبقى رقم 4 الكاش زاد ب 1200 كده. المعادله مش مظبوطه، احنا قلنا المعادله هنا الايكوال اهو بتتساوى هنا، وقلنا الثلاثه دول بيساووا الاثنين دول. طيب هنا دلوقتي انا زودت الكاش ب 1200، ايه الثاني اللي هيزيد؟ هل انا عليا التزام؟ لا، ده انا خدمه وقدمتها خلاص، فانا كمالك كسبت. فكسبت هنا معناها ايه؟ معناها الريفينيو، فانا هسجل هنا ريفينيو، ريفينيو ايرادات، فالايرادات عندي زادت هي كمان بكام؟ ب 1200، 1200، يبقى كده المعادله تساوت اهي 1200 زادوا في الايكوتي، وزادوا في الناحيه الثانيه كام؟ 1200. يبقى انا كده عندي الترانزاكشن ده ايه اللي حصل؟ انا قدمت خدمه فبطلع للراجل فاتوره، هو جاي لي بقى ممكن يجيب لي طلب شراء، انا عايز منك بعد اذنك اعمل لي كذا، مضيت معاه عقد، فممكن ارفق مع الورق اللي هرفقه مع الترانزاكشن ده، ما هو اي ترانزاكشن لازم يبقى معاه ورقه. طب الورق بتاع ده ايه؟ انا طلعت فاتوره، فلازم طالما طلعت الفاتوره يبقى معايا صوره منها، وصوره اصل للعميل، مش صوره للعميل بياخد اصل، فانا اديته اصل الفاتوره وانا معايا صوره من الفاتوره برفقها مع الورق ده مع القيد ده، هنعرف قيد في الشباتر اللي جايه لسه، احنا ما نعرفش يعني ايه قيد محاسبي لسه، هنعرف الكلام ده في المستقبل. انا كل اللي بشرحه لك ايه؟ بعرفك تاثير اي ترانزاكشن، اي حركه بتحصل جوه الشركه على المعادله المحاسبيه. ما دخلتش لسه لا في قيود ولا عمليه تسجيل محاسبي نهائي، ده مش محاسبه لسه ما دخلناش في عمليه التسجيل المحاسبي، لسه هنعرفها في الشابتر الجاي. فهنا عملت ايه؟ جالي الكاش اتاثر والايكويتي اتاثر ان هو زاد ايرادات عندي. الترانزاكشن اللي بعد كده صرفت مصاريف، دفعت دعايه 5، دفعت او ما دفعتش دعايه، انا طلبت دعايه من حد، قلت له بعد اذنك اعمل لي حمله دعائيه قيمتها 250 دولار، اعمل لي الحمله ديت خلال مثلا اسبوع، الراجل عمل لي الحمله على اكمل وجه وخلاص، وبعت لي فاتوره مستند اهو، جالي فاتوره وانا كنت ماضي معاه عقد، ده مستند تاني، مضيت معاه عقد ان هو يعمل لي حمله دعائيه وبعد كده يجيب لي فاتوره علشان اقدر اثبت بيها.
فانا عملت معاه عقد ب 250 دولار، ومعايا فاتوره ب 250 دولار، فهزبط الفاتوره دي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انا ما دفعتش حاجه، فانا هنا في حاجه هتتاثر. انا خدت الخدمه ولا ما خدتهاش؟ انا اخدت الخدمه خلاص، والراجل كمان جاب لي فاتوره وقال لي ده انت عليك الفلوس دي بعد اذنك، علشان كده خلاص انا قدمت لك اللي عليا. فبقى عليا ايه؟ التزام للراجل ده. طالما بقى عليا التزام للراجل ده، فانا لازم اكتب هنا في التزام عليا، علشان لما اجي اشوف افتكر اخر الشهر ده انا عليا التزام للراجل ده ما دفعتوش. فانا عليا التزام بكام؟ ب 250 دولار. فالترانزاكشن رقم 5 عليا التزام ب 250 دولار. كده المعادله باظت. هل في حاجه انا دفعت فلوس؟ مفيش حاجه. بقى عليا التزام، الالتزام اللي حصل له زاد، عليا التزام اهو فزاد. هنا زادت، هنا في حاجه زادت؟ مفيش حاجه في الاصول زادت. فما ينفعش كده، كده المعادله فيها حاجه غلط. فانا هعمل ايه؟ انا حصل عندي ايه؟ صرفت، مش خدت خدمه، انا مش خدت حاجه من حد، فالحاجه اللي انا اخدتها دي لازم اثبتها مصروف، اكسبنس، والمصاريف تحت ايه؟ تحت الاونرز ايكويتي. فانا هثبت هنا اكسبنسز، مصاريف اكسبنسز بكام؟ ب 250. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ خلي بالك المصاريف دي اللي بيحصل لها بتطرح من هنا، يعني ده ماينس. دايما احنا قلنا الاونرز ايكويتي بتزيد بحاجتين، اللي هو الاونرز كابيتال او الاونرز انفستمنت والريفينيو، وبتقل بحاجتين. فهي قلت بايه؟ بالاكسبنس. فالاكسبنس هنا جاي مصروف، يعني نزل، قللت حقوق الملكيه، الملاك فلوسهم قلت او قيمه الشركه بتاعتهم قلت بكام؟ ب 250. فهنا ايه اللي حصل؟ الاونرز ايكويتي قلت واللايبيليتي زادت، المعادله ما اتاثرتش. الاثنين في طرف واحد، ده زاد وده زاد، ده واحد قل وواحد زاد وواحد قل، فالاثنين اللي حصل لهم اوف سيتنج مع بعض. فهنا ما تاثرش، بس هنا ده زاد وده قل، نزلت الاونرز ايكويتي، ايه اللي حصل لها؟ قلت. فانت خلي بالك في ديت حاجه اسمها ايه؟ ترانزاكشن، بس ما بيأثرش على الاصول، ما أثرش على الفلوس اللي معايا، ما أثرش على البنك اللي معايا، ما أثرش على العملاء بتاعتي، ما أثرش حاجة على الأصول خالص. ده نشأ التزام لأن أنا أخدت الخدمة خلاص، فطالما أخدت الخدمة بقى عليا التزام. طب أنا عليا التزام، إيه اللي حصل؟ طب ما لازم في حاجة تانية لازم تتغير عشان المعادلة ما تبصش، وإلا لو أنا حطيت 250 التزام ما فيش حاجة في الأصول، ما فيش حاجة في الأونرز إيكويتي، يبقى في حاجة غلط. فالمعادلة هتتحل إزاي بقى؟ في مصروف، أنا صرفت، معناه كده ان انا خدت من الراجل خدمه، فعلشان كده لازم اثبتها ايه؟ كاكسبنسز. تاني الورقيات ايه هي؟ انا خدت فاتوره من الراجل ومضيت مع هرفقها مع القيد بتاعي في المستقبل لما نعرف يعني ايه القيد. الترانزاكشن رقم 6، ترانزاكشن رقم 6، انا اخدت من الراجل، انا قدمت خدمه لحد وخلاص، خلصت الخدمه وقدمت له فاتوره ب 3500 دولار، زي ما قلنا اي خدمه انا بقدمها، خدمه تصوير، خدمه مونتاج، خدمه اي خدمه انا بقدمها. فقدمت له الخدمه دي والمفروض ان انا قدمت له فاتوره بكام؟ ب 3500 دولار. الراجل قال لي ايه؟ قال لي معلش انا هدفع لك دلوقتي 1500 بس، وبعد كده هدفع لك 2000 ليتر اون. يعني انا هنا قدمت الخدمه ولا ما قدمتهاش بالكامل؟ قدمتها بالكامل. فطالما قدمت خدمه يبقى لازم اعترف بايه؟ بريفينيو، بايراد. والايراد كام؟ انا قدمت خدمه بكام؟ ب 3500، يبقى لازم اثبت هنا 3500 بوزيتيف. خد بالك انا قدمت الخدمه بالكامل وقدمت فاتوره ومضيت مع العقد وعملت كل حاجه وخلصت اللي عليا، ما عادش عليا حاجه ليه، ما عادش عليا التزام ليه. انا قدمت الخدمه بالكامل، فعشان كده ثبتت كل الايراد لاني قدمتها بالكامل. طب لو ما قدمتهاش بالكامل قدمت جزء، هعترف بجزء بس. فانا قدمتها بالكامل، فعشان كده اعترفت ايه؟ بالايراد بالكامل. قدمت له فاتوره وقدمت له ورق وقدمت له خلاص فاعترفت ب 3500. المعادله تاني مش موزونه كده، لازم نوزنها. تاني انا جالي كاش كام؟ هنا الاونرز ايكويتي زادت ب 3500، بس انا جالي كل اللي جالي كاش كام؟ 1500 بس. فهقول هنا 1500 كاش، هنا في الكاش 1500. فاضل 2000 هوديهم فين؟ مش هنا زاد ب 3.5 وهنا زاد ب 1000.5، في كده 2000 هوديهم. 2000 دول عباره عن ايه؟ عباره عن انا ليا فلوس عند العملاء، يبقى انا ليا منفعه هتيجي في المستقبل، ليا حاجه هتيجي من العميل في المستقبل، والعملاء دول فين؟ تحت الاصول.
يبقى انا هزود هنا كمان حساب هسميه account receivable زائد account receivable. خد بالك R وهنا B account receivable هيخش لي فلوس من العملاء في المستقبل فreceivable هيجي لي receive، انما هنا ايه payable بدفع، فلو هدفع يبقى التزام عليا، receivable هيجي لي فلوس، فعشان كده account receivable دي بتبقى ايه بتبقى في الاسيتس في الاصول والاكونتس بيبل في اللايبلز. فانا ليا فلوس عند العميل كام عشان تبقى توزن معايا؟ يبقى معايا 1500 زائد عندي هنا 2000، يبقى مجموع الاصل اللي زاد، زاد لي كاش ب 1500 وزاد لي اكونت ريسيفبل عملاء ب 2000 والريفينيو في الاونرز ايكويتي زادت ب 3.5، فالمعادله اتوزنت كده خلاص. كده احنا خلصنا الترانزاكشن رقم 6، يبقى احنا كده خلصنا 3 ترانزاكشن المره اللي فاتت، والمره دي خلصنا 3 ترانزاكشن، نكمل مع بعض المره الجايه في الاربعه ترانزاكشن اللي فاضلين.